بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. في هذا الشهر قامت إيبك جيم بإدراج 5 باكيجات مجانية. طبعا هذه الباكيجات من أكبر الباكيجات برضو اللي نزلت في هذا الشهر. من ضمن هذه الباكيجات بلوجن خاص للسيارات راح نتعرف عليه اليوم، بالإضافة إلى باكيج مجاني ألا وهو Vehicle Variety Pack Volume 2. طبعا Volume 1 موجود عندنا بشكل مجاني، والسيارات أتوقع أنه الكل تعرف عليها واستخدمناها في بعض المشاهد التصميمية. طبعا هذا الباكج الثاني والفوليوم 2، طبعا هذا حيكون مجاني بشكل تلقائي ومن دون الرجوع إليه بشكل مالي. راح نتعرف معاكم على هذه الباكجات ونبدأ معاكم بأول باكج ألا وهو فلود نينجا. مثل ما نشاهد هنا، فلود نينجا هو عبارة عن VFX، يعني مؤثرات طبيعية خارقة جدا. طبعا هذا الباكج من الباكجات الغالية كثير، واللي يحرص الكثيرين على الحصول عليها سواء كان بشكل مجاني أو بغير شكل مجاني، لأنها من الباكيجات النادرة واللي تحتوي على بعض المواد اللي تم تطويرها من قبل نياجرا سيستم. طبعا نياجرا سيستم هو من ضمن الأنظمة الموجودة في الإصدارات الحديثة، مثلا 4.27 وما فوق. طبعا هذه الباكيجات ممكن استخدامها مع الإصدارات الأقدم برضو، مثلا 4.20، وحتلاحظ انها حتعمل معاك بكل كفاءة، ولكن ما تقدر تعدل عليها إلا بالإصدارات الحديثة من 4.26 أو 25 إلى الإصدار الخامس. طبعا أنصح الجميع بتحميل هذا الباكيج والاحتفاظ فيه في المكتبة، لأنه نادر جدا الحصول على هذا الباكيج بما يحتويه من مؤثرات خارقة. بإمكانك عمل منه الكثير، من مو شرط أنك تعتمد على الموجود، الحاجات اللي تقدر تعملها فيه غير محدودة، من شلالات، من دخان، من آثار عبور وما إلى ذلك من الأمور الخطيرة اللي بإمكانك الاستفادة منها. الباكج الثاني ألا وهو Point and Click Adventure Tool Kit. طبعا هذا الباكج خطير جدا، وهو من أكبر الباكجات اللي نزلت، يعتبر باكج كامل بما يحتويه من عناصر إضافية بإمكانك استخدامها في مجموعتك، وهو يعتبر على فكرة لعبة كاملة شاملة. كل ما عليك هو فقط تغيير بعض البيانات أو الشخصيات اللي يتم التعامل معها داخل هذا الباكج. طبعا يحتوي هذا الباكج على محادثات كاملة بإمكانك التعديل عليها، برضو يحتوي على شنطة أدوات Inventory، أيضا يحتوي على بيئة بإمكانك تعديلها وتحجيمها بالحجم اللي تشوفه أنت مناسب، أيضا يحتوي على مواد كثيرة جدا وخصائص يصعب شرحها في حلقة واحدة. إن شاء الله راح أحاول أني أعتمد هذا الباكج في أحد الشروحات لتفصيله ولإعطاكم نموذج كامل جدا لطريقة إنشاء الألعاب النموذجية اللي تحتوي على المغامرات. الباكج الثالث، وهو من الباكجات اللي يبحث عنه الجميع حقيقة، هو كيفية إضافة تشوهات للسيارة أثناء الحوادث أو برضو أثناء التصادم مع أي كائن آخر. طبعا هذا عبارة عن بلوجن يتم تثبيته في أي مشروع ثم استخدامه بشكل فوري مع أي فيكل أنت تقوم بتحديثها وتصميمها وعمل تحريك لها في العالم الافتراضي بالإنريل إنجن، وهو جدا من الباكيجات الجميلة والرائعة اللي راح يوفر عليك أمور كثيرة جدا في الخامات. وهو عبارة عن كومبوننت أنستا ديفورم كومبوننت يتم إضافته وعمل تشويه ذاتي لأي فيكل يتم التلامس معه. الباكج الرابع هو عبارة عن باكج عن مدينة تحتوي على الغرب الأمريكي أو من مظاهر الغرب الأمريكي اللي احنا تعودنا عليها، ولكن هذه المدينة تكون طافية أو تسبح في السماء. طبعا من الجمالية الموجودة فيها انها موجود فيها تقريبا كل ما تحتاج إليه لصنع غرب أمريكي، مدينة طافية في الجو بما في ذلك السفن السابحة في الفضاء وأيضا المدن المعلقة.
الباكج الخامس والأخير هو عبارة عن RPG تمبلت كامل جدا، كل ما عليك فقط هو إضافة الشخصيات اللي أنت تحب أنك تغيرها أو اعتماد الشخصيات الموجودة فيها بشكل كامل. كامل هذا الباكج تم عمله بالبلوبرنت، لذلك ما راح تشاهد أي خلل نمطي فيه. الأشخاص اللي يقولون أن البلوبرنت فيه أخطاء وممكن يظهر في بعض البطء أثناء اللعب، لا، هذا البلوبرنت تم تكامله من قبل الأصدار الخامس، لذلك في هذا الباكج ما راح تشاهد أي أخطاء، أي ملاحظات ممكن تسبب في بطء اللعبة، في تهنيق اللعبة. هذا الباكج تم عمله لتصميم لعبة كاملة عن طريق RPG. المساحة الموجودة هنا بإمكانك أنت برضو تغيرها، النمط حيكون واحد والأسلوب برضو حيكون واحد. هذا الباكج من الباكجات برضو اللي تم إصدارها بشكل مسبق وقديم جدا، نزلت الآن بشكل مجاني، كل ما عليك فقط هو تحديث البيانات الموجودة، تغيير أنماط الألعاب، أيضا تغيير أشكال الشخصيات، وحيكون هذا الباكج ملك لك. طبعا أغلب الباكجات اللي تكلمنا عنها هي باكجات ممكن ترجع بشكل مالي بعد فترة أو بعد فترة هذا الشهر، فأنصح الجميع بتحميلها والاستفادة منها. الباكج الأخير ألا وهو Vehicle Variety Pack Volume 2 ألا وهو المكافئ لفوليوم 1، طبعا هو باكج مجاني، حيكون مجاني برضو بعد هذا الشهر. يتوافق هذا الباكج مع جميع الإصدارات الموجودة حتى الإصدار الخامس، وهو حقيقة باكج كامل جدا، كل ما عليك هو سحب السيارة وإضافتها، تعديل بعض الأمور اللي تتوافق مع اللاعب، حتكون السيارة جاهزة للحركة. طبعا الجمالية في هذا الباكج أنه تم إضافة سيارات جديدة تختلف عن الإصدار الأول، لذلك مهم جدا في حالة أنك عدم الرغبة في عمل برمجة للسيارة من أول وجديد، هذا الباكج حيغنيك عن كل هذه الأمور. هذا كل شيء لهذا اليوم، أتمنى تكون هذه الباكجات نالت إعجابكم، وأتمنى منكم حقيقة تحميلها وعدم الإبطاء، لأنه خلال فترة وجيزة في نهاية هذا الشهر حتنزل باكجات جديدة، وما نضمن تكون هذه الباكجات ممكن ترجع مالية، لذلك أنصح بامتلاكها ووضعها في المكتبة لحين الرجوع لها والاستفادة منها. هذا كل شيء لهذا اليوم، أشوفكم على خير إن شاء الله في الدروس القادمة. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.